برئاسة أحمد عبد الجبار الكريم، عقد مجلس محافظة صلاح الدين جلسته التي تضمنت المناقشة والتصويت لاختيار رؤساء اللجان الثابتة للمجلس. بعدها قدم رئيس المجلس تقريرا عن مجمل ما تم تحقيقه خلال الاجتماع بعدد من الوزراء، ومن بينها استحصال موافقة وزارة الهجرة والمهجرين على تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لإعادة الاستقرار في مدن المحافظة المحررة. ثم قدم عداي الدنون نائب رئيس مجلس المحافظة رؤيته بشأن أداء رؤساء اللجان الثابتة للمجلس، مطالبا بالمزيد من المتابعة لتشخيص الخلل الحاصل في الدوائر الحكومية. وخلال وقع الجلسة حل ضيفا على مجلس المحافظة نيازي معمار أوغلو عضو مجلس النواب العراقي، حيث أكد أن هنالك متابعة للملفات التي تهم الشعب، ومن بينها القوام التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة بحجز ومصادرة أموال بعض القادة العسكريين الذين كان لهم دور كبير في مقارعة داعش الإرهابي. من جانبه طالب خالد الخزرجي أمين عام مجلس المحافظة إدراج مناقشة موضوع الأسماء الواردة في القوائم المذكورة آنفا ضمن الجلسة القادمة للمجلس لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن آلية تنفيذها. كما تم خلال الجلسة تجديد التصويت بالإجماع على رفع المستوى الإداري لمنطقة الحويش التابعة لقضاء سامراء إلى مستوى ناحية.